ومن أعظم آيات القرآن التي يرجو المؤمن من ربه حظا عظيما منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. شيئان لا يستريح المؤمن حتى يتمهما الله له، الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. أما الذي في الدنيا فالموت على الإسلام، فما خاف الصالحون المؤمنون المتقون من شيء أعظم من أن يسلبوا الإسلام قبل أن يموتوا. تقول أم المؤمنين أم سلمة لما سئلت: ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتك؟ قالت: كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا في الدنيا، لأن من مات على الإسلام موحدا لربه يقينا لن يخلد في النار، هذا إذا دخلها.